احمد سم، عندنا صور ابغى استعرضها وتوصل رسائل لهم. يلا ثلاث اشخاص اعطوني الصوره. بدالي من اليمين يا احمد، ايش تقول لهالشخص؟ والله والله ما ادري ايش اقول يا ابو سعد، لكن كيف كانت حياته؟ حلوه؟ والله حلوه جدا جدا. ايش ترتيبه بين اخوانه؟ والله اذا بتكلم عن ترتيبي الاول الاول حبا ولا رقما فعلا؟ لا لا لا، مو بالاول رقما، لكن ان شاء الله يقول حبا. يعني هم الحين يهددون. انت عندك مساحه الان تسولف لانهم مساكين في البيوت ما عندهم قناه تصورهم وتطلعهم لايف ويسولفون ويهايطون. اي الحمد لله يا ابو الاول حبا. نعم اكيد اكيد. اللي في المنتصف؟ اللي في المنتصف تحس انه بدا عام كم تقريبا اللي في المنتصف؟ والله في اي مرحله دراسيه؟ خلينا نقربها افضل. ثانوي؟ ثانوي توقيت. ايش تقول بدا ايش؟ بدا يعني يفتح مخ الاشياء واجد، بدا يصحصح، بدا يرسم حياته. بعدين انت كل ما تطلع من سنه لسنه بدا عندك يزود الطموح، لكن هنا اتوقع بدا الطموح عند احمد. الصوره الاخيره تطلع. الصوره الاخيره نجح احمد. لا نجح احمد ليش؟ لانه اعلمك حاجه ابو سعد. علمني. ابغى اختصر الموضوعي من الاخر. من الاخر انت قاعد تمشي مثلا برا، طيب كشهره مثلا، حاجاتك مش اشغالك امورك قاعد تمشيها شوي شوي. طيب بس انت هنا جيت بالبرنامج، كنت تقريبا محسب وراك قبل 4 سنوات 3 سنوات عشان توصل اللي تبيه. جميل. هنا انت اختصرت طريق، اختصرت طريق طويل. هنا يعتبر انك انت ناجح، لكن هل انت بتستغل نجاحك او لا؟ فانا اقول ان شاء الله اني بستغل الشيء هذا لانه بيختصر علي امور واجد. سم استغل الشيء؟ بستغل الشيء ذا؟ لا ما ابغى ذا، ابغى اللي قبلها. وش استغل الشيء هذا؟ هذا والله السبعه انا ما عليك سود يا ابو احمد. اقنعتني بكلامك وفعلا وصلت لي رساله حتى انا شخصيا، ان هالفرصه تيسرت الان وكان المفروض انها تاخذ منك عمرا على الاقل 5 4 سنوات. فانت خسرت عشان توصل الى هالنقطه من مشاهده من دعم، ولكن ترى الحمل زاد وصار اثقل. والله اني كنت اقول يا ابو سعد، هل باستمر ولا دخلت نفسي في دوامه انا ما استطيع لها؟ لا والله هذا جواب تجاوبه في صدرك، ما احتاج انا العارف. ما ودي اقول ختاما